فيديو النهاردة بيحكي قصتي من سنتين. وصفة سحرية جميلة، غسول سحري لكل، هقول معظم مشاكل العين عشان ما تقولوش عليا ان انا ببالغ. مين فينا الموبايل ما تعبش عيونه؟ مين فينا ما بيصحاش اول ما بيصحى من النوم بيبص في الموبايل؟ مين فينا ما حسش بالتهاب في عيونه بسبب الموبايل ومش عارف يعمل ايه؟ انا من سنتين حصل معايا كده، كنت دايما امسك الموبايل كتير فترة طويلة وامسكه اول ما اصحى من النوم ابص في الموبايل، وعينيا تعبت جدا جدا، كانت ملتهبة بطريقة غريبة، كانت اول مرة تحصل لي. رحت لدكاترة كتير جدا، خدت قطرات كتير ترتاح شوية وبعد كده ترجع تاني. المكون السحري اللي موجود هنا عجيب شوية، بس بسيط بس رائع جدا لمشاكل العين. كنت بقلب في الموبايل على بعد كل القطرات دي، يعني ما فيش، يا تسيبي الموبايل يا اما عيونك هتبوظ. فطبعا يعني ما لقيتش حل تاني، فقعدت ادور 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 وابحث كتير، فلقيت محمد كيلاني. انا من اشد المعجبين بصراحة لمحمد وابحاثه وعبقريته، فلقيته بيتكلم على غسول ده، الغسول ده، فانا استغربت جدا، ازاي يعني الغسول؟ ازاي اعمل كده في عيوني وبتاع؟ دي صعبة قوي. لا طبعا، بس لاني انا بجد بثق في محمد كيلاني جدا وبثق في كل كلمة هو بيقولها، لاني جربت حاجات كتير هو كان بيعملها. فبصراحة قلت ايه، طب وايه المشكلة يعني؟ ما انا عيوني كده كده باظت، يعني مفيش حاجة نافعة معاها، ايه المشكلة ان انا اجرب؟ مش هيحصل حاجة. فالمهم قلت لا انا لازم اجرب واشوف ايه. انا بحب اجرب حاجات كتير بصراحة، مش بخاف، بس عشان انا استغربت المكون فقلت يعني ازاي. حبيت اشارك معكم التجربة، حبيت اشكر محمد كيلاني، لاني طبعا حركة ان عيونك توجعك او التهاب في عيونك كنت مش لاقي حل، احساس صعب جدا، وبتكوني متضايقة طول الوقت ومخنوقة او مخنوق ومش عارف تعمل ايه. وبصراحة مش عايزين، يعني الطبيعي ان احنا مش بنقدر نستغنى عن الموبايل. فلقيت حاجة بسيطة جدا، خلاص انا جربت حاجات كتير فما نفعتش معايا، طب يلا كده نشوف الاول المكونات بتاعة الوصفة. مكون بسيط جدا، الشطة او فلفل الكيان، اهم حاجة ان انا مشتريهاش جاهزة، اكون جايبه الفلفل نفسه وانشفه او يكون ناشف وانا اطحنه عشان ما يكونش عليها اي اضافات، ممكن يكون التاجر حاطط عليها اي اضافات او اي حاجه. عارفين الشطه عموما يعني بتخفض ضغط الدم، بتقوي وبتدفق الدم، بتعمل تدفق يعني في الدم في الجسم وكمان في العين، بتعمل كمان 2 في 1، الغسول ده بيعمل 2 في 1. لو عندك مشاكل في الجيوب الانفيه فانت لما بتستخدميه كغسول للعين بيقضي خالص على الجيوب الانفيه. انا كمان يعني وميه مغليه، ميه مغليه كويس جدا، او ميه مقطره من الصيدليه ونغليها برضو. انا بس هنا استخدمت ميه عاديه بس غليتها كويس جدا. وهنشوف احنا هنعمل ايه. هنجيب بقى برطمان ازاز يكون معقم كويس جدا، ونكون غسلينه بميه سخنه كويس وكده. هنحط بقى عليه ميه سخنه، المياه المغلية. ياريت لو الفيديو عجبكو ما تنسوش تعملولي لايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا فيها وتعملوا كومنت جميل زيكو جدا، جميل كده زيكو. وما تقلقوش بجد من الوصفة، انا عايزة اطمنكو، يعني انا بحاول ان انا اطمنكو في الوصفة. معلقة شطة او معلقة ونص شطة، ده الغسول، المادة الخام اللي احنا ناخد منها، مش هو ده اللي احنا هنستخدمه، تمام؟ بس هنقفله لحد ما هنسيبه يبرد على جنب، يبرد براحته خالص. اهم حاجة بس الحاجة تكون ازاز عشان احنا مش بنحب نستخدم يعني البلاستيك وكده.
جميل جدا جدا الغسول، هطمنكو تاني، ما تقلقوش خالص من حاجة من الشطة. وتقولوا ازاي وزي ما انا استغربت، بس انا بجد جربت ومش قادرة اقول لكم النتيجة. هنجيب هنا بقى كوباية صغيرة او برطمان صغير، هنحط فيه برضو المية، مية مغلية. ده بقى الغسول اللي احنا هنستخدمه لعننا، بجد سحري. إيه عندك التهاب العين، عندك مشاكل في عيونك، في النظر، في استخدميه. إيه بيقوي الدورة الدموية والشعيرات الدموية اللي في العين، بيجلي العين بجد بجد مش قادرة اقول لكم، فظيع. هنجيب بقى اي قطارة عندنا نكون غسلنا ومعقمينها كويس، هنحط من 20 نقطة ل50 نقطة على حسب ما احنا هنتحمل. بس اهم حاجة انا هنا بستخدم 30 نقطة، يعني انا بستخدم من 25 نقطة ل30 نقطة، بحيث ان يكون مش الغسول بارد على عيوننا ومش يكون حامي يعني بيحرقنا قوي في عيوننا، لا يكون الحرقة اللسعة بتاعته بتكون زي القطرة بالظبط، مش بتكون قوية، فاهمين؟ من 20 نقطة ل50 نقطة ما فيهاش اي مشكلة. كل ما تلاقي ان انت حطيت في عيونك الغسول ولقيت انه ايه ده، لا مش حاسس بيه، لا تزود كمان كام نقطة لحد ما تحس بالغسول. وكده يبقى انت يعني ايه، ماشي كده في الامان. خلاص كده سيبناه بقى يبرد. ده كده المادة الخام اللي هو الاحمر، ده اللي هنستخدمه، وده المادة اللي احنا بنقول عليها، احنا قلنا هقول لكم تاني، اهو جبت لكم الفيديو تاني. هنا انا زودت، لقيت ان المية باردة شوية، فروحت مزودة عليها كمان 5 نقط. على حسب ما انتو يعني، هو ابتدوا الاول ب20 او 25 نقطة، لو لقيتوا ان المية باردة في عيونكم يعني مش حراقة شوية فخلاص. ده مثلا هتجيب فيه حاجة اسمها في الصيدلية اسمه كاس للعين، او بصراحة اي علبة او غطا، عارفين انتو غطا اللي بيجي مع الدواء، غطا زي ده بس نكون معقمينه كويس وغالينه كويس، تمام. وبعدين هنروح حاطين، طبعا المية هتكون بردت خلاص وكل حاجة هتكون بردت. ركزوا بقى في اللقطة دي شوية، هنحطه على عينينا. انا قلت اشبه لكم، بس يا رب اكون قدرت اوصل لكم المعلومة. احط عيني يعني اميل راسي، احطها في الكاسة واروح رفع راسي لفوق، تمام، وحرك عيوني عكس عقارب الساعة، تمام، لمدة من 2 لـ5 دقايق بالظبط، تمام. بعد كده خلاص السائل بقى اللي نزل من عيوننا، تمام، ده بيجلي العين، مش قادرة اقول لكم يعني عيونكم بجد هتكتبوا في الكومنتات انه واو انا جبت هنا مية يعني كانت عندي فيها المكون. هنجيب بقى ده كده خلاص عملنا اول تجربة للعين مثلا اليمين. نروح كبين المية اللي احنا كنا استخدمناها للعين دي، مش هنستخدم المية للعينين الاتنين، تمام. وبعدين نروح حاطين مية تانية ونعمل نفس الحركة، يا رب تكون، بس انا حاولت اعملها بايدي عشان تفهموا بس احنا هنعمل ايه. هنميل ونحط الكاسة في عيوننا، وبعد كده نرفع راسنا لفوق ونحرك عيوننا عكس عقارب الساعة من 2 لـ5 دقايق، ممكن كمان ل10 دقايق على حسب ما يعني ما انت ما نكون انت قادر. على فكرة مش بتوجع خالص، مش مقلقة، تقضي على الجيوب الأنفية، بتجلي العين بجد، بتقوي الشعيرات الدموية في العيون، فظيعة فظيعة جدا. ياريت تجربوها، اتمنى الوصفة تكون عجبتكم وشكرا ليكم.